ببدا بعد هالعوده باللي شفناه قبل شوي، لا تضر نفسك وغيرك، والسبب انك تتهاون في عمليه الاشتراطات الصحيه، وعسى الله يحفظ الجميع. نتواصل معكم ومساء الخير يا الكويت ومشاهدينا. الاتحاد الوطني لطلبه الكويت هي منظمه طلابيه وايضا مؤسسه رقابيه طلابيه وطنيه تقوم على الشورى وتهدف لخدمة طلبة جامعة الكويت وتسهيل مسيرتهم الدراسية، وكذلك هي مشرفة على فروع الاتحاد التابعة لها سواء في داخل أو خارج الكويت. والحديث أكثر عن الاتحاد ودوره في أزمة كوفيد 19، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ عبد العزيز راشد العجمي، نائب رئيس الهيئة الإدارية للشؤون الطلابية في الاتحاد الوطني طلبة الكويت. حياك الله وساعة مباركة ومشرفنا في مساء الخير يا كويت. الله يمسيك بالنور والسرور. حياك الله أخوي عبد الله، أسعدتني وشرفتوني، وشكرا لكم على هذه الاستضافة جميعا. شكرا لك وكل الأخوان القائمين على هذا البرنامج. حياك الله، وهذا منبركم كشباب وفي مقتبل خلينا نقول العمر وفي هالحركة الطلابية، ودائما مساء الخير منابر لكل مؤسسات الدولة. بداية اللي ما يعرف شنو الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، شلون نعرفه؟ نعم، بس بداية أنا بأذكر نقطة، يمكن اليوم الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت وليس الكويت بشكل عام، اللي هو يشمل الاتحادات الخارجية كاتحاد طلبة الكويت في أمريكا وبريطانيا وفي فرنسا، هذا اتحاد اللي هو الهيئة التنفيذية، ولكن احنا اليوم أنا ضيفكم وتحدث باسم الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت. نعم، مختص ونعرفها شنو. نعم، بالضبط الاتحاد. نعم، التفاصيل هذه ملك اللي يعرفها، وعشان كذي هذه المساحة لك تسوقها وتعرفها. تفضل. الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت هو منظمة طلابية شبابية تعليمية، وتكون دائما يعني يحصل عليها الطلبة أو يحصل عليها الممثلين لهذا الاتحاد. في بداية كل عام تقوم انتخابات، يترشحون الناس أشخاص عبر قوائم حتى يحصلون على هذه المقاعد لتمثيل الطلبة. الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت هو من وإلى الطلبة، وبنفس الوقت هو الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت قائم على الطلبة وإلى الطلبة. من وإلى الطلبة، وجميل ما تفضلت فيه إن على أساس الشورى وعملية الانتخابات، هذا ما جوب لنا عليه، لكن هذا الدور اللي تفضلت فيه من وإلى الطلبة في ظل هالجائحة وأزمة كوفيد 19، شنو سويتوا وما أنتم بصدده يا أخوي عبدالعزيز؟ بالضبط، اليوم اللي حصلنا عليه ثقة طلبة طلبة جامعة الكويت بشكل عام، كان عندنا هدف أساسي اللي احنا نخدم الطلبة في جميع المجالات، ونخدم الطلبة ونكون خط الدفاع الأول لهم في بداية هذه الأزمة التي اجتاحت العالم، وكانت فارقة وفي حالة استثنائية لجميع دول العالم وليست دولة الكويت فقط. الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت كان حريص جدا بأن عجلة التعليم لا تتوقف، فأنشأ قبل لا ينشأ هذه المبادرة، مبادرة التعليم عن بعد، كوقفة مجتمعية مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية. قام الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت بالتعاون مع الدفاع المدني لتشكيل فرق تطوعية للمساعدة والتنشئة الاجتماعية بشكل عام. جميل. وكان في صدد بعدها في إقامة مبادرة التعليم عن بعد. طيب، يمكن العمل التطوعي هو ما جبلنا عليها الكويت في كل مجال، فما بالكم أنتم وقود هالمجتمع الطلبة. ماذا عن مبادرة التعليم عن بعد؟ احنا عارفين أخذت اللي أخذتها الجائحة والتزام الاشتراطات الصحية وعملية الحظر والاختلاط التعليم عن بعد، شلون بديتوا فيه؟ بالضبط، بعد من بداية الأزمة، كانت في شهر 3/2020 بداية الأزمة، بعدها الحظر الجزئي ومن ثم الحظر الكلي، فتوقف التعليم بشكل عام في دولة الكويت. فكان في بعض أعضاء الاتحاد من إخواني الموجودين أعضاء الاتحاد كانوا يتناقشون مع بعض أعضاء التدريس ومع العمادة بخصوص التعليم عن بعد، وكان على رأس العمادة عميد جامعة الكويت بالأنابة الدكتور فايز الظفيري، مسي بالخير طبعا، ونشكره كان جدا متعاون معنا بهذا الأمر. بداية عاد انطلقت مبادرة التعليم عن بعد بأفكار، بعمل استبيان حتى نشوف شنو عدد التضرر كدراسة بشكل عام حول هذا الموضوع قبل أن ننشأ هذه المبادرة. عملنا دراسة مسح بشكل عام على طلبة جامعة الكويت، فعملنا خطة ورؤية ورسالة كما قائم عليه الاتحاد، بيوجد عنده رؤية ورسالة وأهداف.
رؤية المبادرة ومبادرة التعليم عن بعد ورؤيتها ورسالتها وأهدافها بشكل عام كانت أنها تأهل الطلبة وتأهل بعض أعضاء هيئة التدريس، كما قامت عمادة جامعة الكويت بتأهيل بعض أعضاء هيئة التدريس على التعليم عن بعد. مثل ما تعرف سابقا ما كان عندنا تعليم عن بعد في جامعة الكويت بالكويت بشكل عام، أسوة طبعا في الجامعات الخاصة كان يوجد تعليم عن بعد. يعني نقدر نقول نستمدينا ان احنا نكون عندنا تعليم عن بعد حتى تستمر عجله التنميه. طيب. عجله التعليم عشان نوضح الامر اكثر ونكون بشكل مباشر، سويتوا هالفكره عديتوها نفذتوا الفكره مرحله التنفيذ بالضبط. يعني انا عندي طلبه بفئات عمريه مختلفه بتخصصات مختلفه فيها المواد النظريه فيها المواد العمليه، وعيشنا الجو العام مع عمادات الكليات خلينا نقول العلميه والادبيه، عيشنا الصورة بالضبط. بعد هذه المبادرة تم الموافقة على من المجلس الأكاديمي للجامعة، تم الموافقة على هذه المبادرة بانطلاق التعليم عن بعد في شهر 8 كان 2020، وكان تكمل الفصل الاستثنائي السابق اللي وقفنا فيه بسبب أزمة كوفيد الجائحة بشكل. بعدها بلشنا ككلاسات أول شيء تدريبية، دورات ورش عمل ان احنا شلون نستخدم مايكروسوفت تيمز، شلون ندش على المحاضره، شلون نقدر اذا كان عندنا برزنتيشن او بوينت شلون استخدمه بشكل عام، كامكانيات شلون استخدم هذا الابلكيشن منكم للمستخدم اللي هو الطالب بالضبط. واعضاء التدريس بنفسهم كانوا جدا متعاونين، كثير من اعضاء التدريس كان هو يقدم هذه الورش عمل تطوعا منه انه يبي يعلم الطلبه ان التعليم عن بعد جدا سهل. طيب ان هذه فتره استثنائيه وكلنا راح نعديها باذن الله. طيب أكيد حطيتوا لكم هدف لما تبنيتوا فكرة التعليم عن بعد، وصلتوا لأهدافكم التفاعل التجاوب قياس مدى نجاح التجربة بالضبط. لكل عمل نضعه دائما يوجد على قولتهم في أهداف، نقاس تقاس الأهداف بتطبيق هذا العمل. يعني بعد ما استغرقنا التعليم عن بعد حنا الآن في الكورس الثاني، يعني حنا الكورس الاستثنائي، الكورس الصيفي، الكورس الأول، والآن بداية الكورس الثاني قبل أسبوع بلشنا. فيعتبر إنجاز أن حنا مرينا عام كامل بالتعليم عن بعد، والحمد لله يعني كانت يعني تجربة جدا ممتازة. يعني إن شاء الله من هالإنجاز إلى تميز إلى إبداع إلى تألق، وأولا وأخيرا يصب في مصلحة الطالب أكيد. في جامعة الكويت نعم. مثل تعريفك لطلبة جامعة الكويت نعم. شكرا جزيلا أخوي عبد العزيز. كل الشكر مشاهدين الكرام أخونا عبد العزيز، والشكر موصول لكم أنتم، والتوفيق للجميع في حياته. ونرجع نقول نتعاون ولا نتهاون، وعودة نتواصل، ومساء الخير يا كويت، وإلى ما هو قادم في هذا التقرير، حيث أن الرياضات المختلفة يمارسها الشباب وتمارسها الفتيات هي هنا رياضات مشتركة برع فيها الشباب والرجال، وهناك رياضات أيضا برع فيها النساء السيدات. واليوم نتابع التقرير التالي عن الفرق المتخصصة في الهوكي، وهو أحد الرياضات المحببة لدى الكثير. نتابع معا المزيد حول رياضة الهوكي عند الفتيات خلال التقرير.